إعداد الأبناء إعدادا سليما نافعا. وإليك عزيزي بعضا من هذه الجهود: التوازن والاستقرار النفسي وتوفير الأجواء الهادئة، الإنصات للأبناء وتشجيعهم وتحفيزهم، البحث للأبناء عن المدرسة المتميزة في بيئتها وطلابها وأساتذتها، اكتشاف المواهب وتنميتها والعمل على رعايتها وتمكين الأبناء من إظهار قدراتهم، اختيار الصحبة الصالحة للأبناء، تشجيع الأولاد على الالتحاق ببعض الأماكن الطيبة كحلقات التحفيظ والدورات التطويرية، تنظيم وقت الأبناء وترتيب الأولويات وأداء الواجبات الشرعية والاجتماعية، تعويد الأبناء القراءة في سير الرجال العظام والناجحين، دعاء الوالدين المستمر بصلاح الأولاد. شبكة الأرض إذا أظلم لها الفيديو الطيب.